السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة توسيا جيم بلايز. شوفوا هذا التريلر ونرجعوا. Choppers here. What the fuck? Drop your weapon! They took my brother. I spent my whole life chained to the wall. I've searched every hellhole on Earth. Hunger for more, not afraid to fall. I went inside Viper's nest. I'll find him, and I'll make them pay. نعم، هي سنايبر جوست واريور 3. اول حاجه نبداو بها اللي هي الجرافيكس، الرسوميات. وكما راكم تشوفوا الجرافيكس متميزه متميزه جدا في هذه اللعبه، لانها تكون تلعب في النهار، تكون تلعب في الليل، تكون تلعب في احوال طقس مختلفه كيف الثلج. الحال صافي، وكما راكم تشوفوا الجزيئات الصغيره تاع الثلج هذه اللي ابدعوا فيها. راكم تشوفوا هنا في الماء، شوفوا الرسوميات تاع الشباب، شوفوا هنا في الماء، الماء يعطيك واحد الانعكاس جميل جدا مع الضوء. راكم تشوفوا في الأشعة تاع القمر اللي كان عندها تأثير شباب على الجرافيكس العام تاع اللعبة. هنا راكم تشوفوا الدخل، المحيط اللي يكون داخل الديار. ماهوش صح، ماهوش حاجة اللي تخلعنا ولا حاجة اللي تكون كيما الباتل فيلد ولا، لكن مقبول، مقبول جدا لحد ما مقبول. نعم، البنية هذه تاع رومانيا ولا تاع اوكرانيا، وهما يبنوا كيما هكا. هذو لي بارن تاع الفلاحة وتاع القمح. فوالا، هذا لونفيرونمون تاع الغابة وتاع المطر. راكم تشوفوا في المطر جرافيكس تاع المطر حاجة خارقة، يعني من اجمل تجسيدات تاع المطر في اللعبة، لعبة اف بي اس. ما تلقاش هذا المطر هكا، تشوفو هكا مام حتى تسمع الصوت تاعو، الصوت تاعو راه يصب في الارض. تحسب تاع لو كان تزيد بزاف السماعات تحسب انت صح راك داخل معهم. حاجة فن شابة وعجبتني بزاف في هذا في سنايبر غوست واريور 3. نشوفوا طريقة اللعب، جيم بلاي، اسكو هو ممتع ماهوش ممتع، ممل. دونك شوفوا، انا واحد من الناس اللي كملت هذا الجيم حتى التالي، ليا عجبني. بورتون شوية طويل، هو صح شوية طويل لكن عجبني، يعطيك كل شيء سهل. كما راكم تشوفوا هذه، تختار الاسلحة، تختار الاضافات الاسلحة، تختار طريقة الرمي، تختار الاسلحة الثانوية. وعندك تطيح على واحد لي اوت بوست، هذو لي اوت بوست كيما واحد المراكز، هذو لكم تشوف فيهم دروك اللي حنقنصهم دروك، هما سايد ميشن بروفايد في الطريق. تسمعهم يعطولك البونيس زيادة، يعطوك واحد الاكسبيريونس. انت اون فوا تسمعهم ولا تشوف النار تروح تإليمينيهم. هذا لونفيرونمون تاع الثلج. وطريقة اللعب هنا هي انك ما تصدرش اي ضجة، انك تستعمل كاتم الصوت سايلنسر، وتتعلم كيفاش تضبط الرمي تاعك، لانه هنا الريح يأثر بزاف على طريقة الرصاصة. ثانيا المسافة، كما راكم تشوفوا هادو كانوا على مسافة قريبة ما نحتاجوش نعدلو. وهنا عندك تحرير الأسرى، تسيب هنا أسرى داينهم مثلا، هذا الإنسان يبقى أسرى هنا، تروح تقتل الأعداء وتحرر الأسرى. طريقة لعب أخرى هي طريقة المتخفية، اللي
تذبح وتضرب بلا ما يسمع بيك، يكون عندك سلاح كاتم للصوت. على كن هكا دائما تدخل وتنقي النقاط ولا تنقي الديار من الاعداء بلا ما تدير ضجه كبيره، لان هناك يدعم اللاعب هذا تاع سنايبر جوست وورير، يدعم نظام تاع ارسال تعزيزات، يفيقوا لك خطره يبعثوا التعزيزات. الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الافتراضي للاعداء. اللعبه هنا وتعرف هاي شابه ولا ما هي شابه. هذا اللي راكم تشوفوا فيه درون. درون هو وسيله استطلاع وملاحظه ورصد الاعداء. هنا كيفاش دوك نشوفوا ردة الفعل للاعداء مع مع الانسان، مع خطر كيجيهم. اسكو يقعدوا في بلاصه، اسكو يتحركوا، اسكو يفلوكوا يدوروا عليك. انا واحد من الناس عجبني هنا واحد النقطه في الـ في الارتفيشال انتليجنس، اللي هي كاين زوج الى مربعه، كاين زوج يطيروا عليك وزوج يروحوا اغوش ولا ادروات باه يدوروا عليك، ما يقعدوش في اربعه يطيروا. هذه عفسه عجبتني هنا بزاف في اللعبه هذه. وكل ما يقواوا الاعداء كل ما تعرفش وراهم، وغير تيري على واحد ساي دير في بالك باللي الكازيرنا كومبلي على بالها. كاش هذيك تيري على واحد تبقى متحكم معاه، الاخر ما سمعكش، سيرتو لا كانوا قراب بزاف. حتى والسنايبر هنا كاينه نقطه، السنايبر مفضوح، السنايبر ما تسمعش بيه حتى تجيك رصاصه. ولا لا هنا في هذا الجيم واش داروا، يديروا خيط هكا احمر تاع لازير اللي تشوفو وتعرف كاع وراه سنايبر ويديروه باين الا في نقاط معينه برك. هذه اللي تيريتها هي انا يسموها تاغين بولت. تاغين بولت واش دير؟ تجبد الاعداء بالاعداء لهذاك المكان اللي تخليك تصفيها من بعد، تصفيها في راحتك. هنا انا جبدناه هنا تيرينا عليه. هاو هنا الذكاء الافتراضي، الذكاء الافتراضي هنا شافوه العيان ما يشوفوش، شافوه السيد هذا راه رايح، كان رايح لي اضرب بيضر عليه، نشوف معايا النتيجه. هذه اللي عجبتني، يكون في هذا التحدي، يكون في هذا الجيم يكون سهل بزاف حتى اللي اي واحد يلعبو يجيبو. روحوا للتكتيك، التكتيك في هذا الجو هو الشيء اللي خلاني نلعبو اكثر شيء بعد الجرافيزم، هو الشيء اللي خلاني نلعبو اكثر شيء. راكم تشوفوا دير رصد للنقطة اللي راك باغي تهجم عليها، تشوفها مليح، تدرسها مليح. عندك الدرون، الدرون هذا يعطي لك نظرة ليلية ونظرة ما فوق الحمراء اللي خليك تشوف الأجسام الحرارية، تخير واش من مينيسيون واش من ذخيرة تستعملها باش تهاجم الأعداء. كانش عامل نوع تاع ذخيرة، كان المتفجرة، كاين لتعيين الأعداء. نبدأ أول حاجة بالقناص، شوفوا جماعة. ثاني حاجة نبدأ ونشوفوا العدو اللي شكل لنا الخطر الكبير. العدو اللي شكل لنا خطر كبير هو اللي ممكن يشوفنا، أي قريب واللي راه يشوف من جهتنا. كما هذا راه خارج من الباب، لا راه جاي عند تاخا، راه خارج من الباب، راه كان عدو اخر شافنا. هارا كي تصفي تعرف واش تصفي، لازم واحد ما يكونش خزر في واحد، واحد يكون ما بعيد على واحد. كي تعرف واش تصفي ما يكون عندك حتى مشكل في انك تحقق الهدف تاعك بكل سهوله. هذه مهمه لعبناها حنايا، المهمه جايه في السيناريو تاع اللعبه لعبناها، يعني يدخل واحد يصفي الاعداء وانتيا تحميه من فوق كان بسيفك القناص. هذه مهمة رائعة رائعة رائعة، ولكنها صعبة لأن المسافة بعيدة والمطر والريح. وراني نلعب هنا بهذه الذخيرة، ذخيرة يسموها مضادة للدروع، يعني كي ترمي على راس تاع بشر بلا كاسك راكم شفتو التأثير تاعو. شوفوا تأثير رائع 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 للعب.
اللي خليك تبع راي ناقصه شويه كي على كول اوف ديوتي. كول اوف ديوتي كيما كانت كيما كانت دير السيناريو ودير السينجل بلاير لعبة عطانا تعليم ما قالك هبط هذا راجع عندي هاكم نشوف الظاهرة تاع الظاهرة الاي بي يسموها اي بي بولت كليرس ارمور خارق الدرع راجع الشخصية اللي معنا ممكن يعاود يطلع منا كما راكم تشوفوا شابه شابه هذه المهمة اللي عجبتني واني درتها بارطاجيتها معكم فكرني بسوب وماكتافيش كابتن برايس take the left ما كان حتى مشكل هو فاكت له يعني والله كي تقعد تلعب في هذا الجيم تستمتع به حقا لو كان مش شباب ما نديروش حنجة بينا هذاك سنايبر على بالي بلي قاع اللعبة ما شتوش هي الجمالية تاع هذه اللعبة راكم تشوفوا الجرافيزم راكم تشوفوا تأثير تاع المطر حاجة رائعة وهذا بونيس بغيت نديرو معاكم في الأخير هنا هجموا عليا هذو القوات الخاصة تاع اللي يسموهم غوست هجموا عليا لي غوست وخزنت فيها الديشارج هذا قاعد حدايا 5 دقايق وهو هكا طالع هابط طالع هابط الفيزي تاعو يحبس غير عندي لو كان دار شوية يكون شافني شبه الكومبينيزون تاعهم عجبتني هنا انت ما لعبناش بها ما عندكش ايه الحاجة الوحيدة اللي في هذا الجيم ما كانش هي اليونيفورم ما عطيكش تعدلها ما عطيكش دير كاسك ولا عطيكش دير هيئة هكا بس كون ما تشوفهاش كون ديرو في تروازيام بيرسون تجي روعة ثيرد بيرسون جهيلة هكا ترجع للهايد اوت تاعو ولا السيف هاوس تلقى واش الطابلة اللي تصنع بها الاسلحة تلقى كيف تخير الاسلحة تشري الاسلحة على حساب دراهمك تشري الذخيرة كثرة هي الذخيرة هي المشكلة كي راكم تشوفوا الاداء جاي يحوس عليك في كل زاوية ما هو جوجو اللي تهرب منه بسهولة بعد مرور الوقت واخيرا خلوني نتحرك كيكونوا حمرين خطر كيكونوا بويضين دورية عادية ريحت منهم ها كان خرجوا بصيحة وسوقها بالمحوس في الديشارج هذا هو الذكاء العظيم الافتراضي العظيم اخترتهم يجوش فيها ايه حاجة اخرى اليمين تاعك كي تحطهم ما يكتلوكش بس عاود تفوت عليهم يمنعش عندك هذا الجهاز الزراعي تحطه في الارض كيما لو تيجي تاع الباتل فيلد تحطه في الارض وتخليه هو يوري لك الاعداء اللي راهم جايين تكون حذر جدا في التعامل مع اليمين حتى ولو ان المينا تاعك تبغي تفككها راح تلقى مشكل عبال الجمالية تاع السينيماتيك لو كان في 5 كيل زي يديرو سينيماتيك واحدة جمالية عظيمة كي تيري كي تقتل بلا ما يكون سينيماتيك هكا تخرج الحبة تشوف كيف تروح السيف فوالا كيما هكا هكا تكون شابة احسن وكي تلحق 5 ليكيز يعطوك 5 سينيماتيك كيف تنقى هكا الجمالية فقط
ما هي مش نسيسير. عشان شفنا سنايبر جماعة، حمال ديكم ويعطيكم الصحة والسلام عليكم.